أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مشروعات مؤسسة حياة كريمة هي الأضخم على الإطلاق بين مرتكزات المشروع الوطني المصري لبناء الدولة الحديثة، حيث تعتبر متعددة في أركانها ومتكاملة في ملامحها، وتسعى إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية. أشار المركز إلى أن حياة كريمة تبنت نهجا شموليا من خلال التركيز على جميع جوانب الحياة الكريمة ودمجها في تدخلاتها الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق 4 أهداف استراتيجية، هي بناء الإنسان وتحسين جودة حياة المواطنين وتحسين معيشة مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجا ولتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة.